آسفة كتير عم عزبك معي. بلا هالحكي هذا، بكرة بشوفك بالشغل. لك ليش ما عزمتي لحتى ينزل؟ ما بدي أعزمه. بس برافو عليك اللي خليتي وصلك لهون. مو جاي لحتى يوصلني، بس بده يشوف رفيقته يلي ساكنة قريب منه. يعني مو مثل ما فهمتي. لجان عنده رفيقة كمان؟ العمى؟ تعالي بدي ورجيك شوية صور. أجليها شوي، لازم أحكي مع زينب، في موضوع ضروري بدها تحاكيني فيه. شو هالموضوع الضروري هاد؟ لتكون بدها تقلك إنه أبوها عرض علي نطلع سوا. زينب، زينب، ليش ما قلتي لي جميلة؟ وقت حكيتيني ما فهمت عليكي بالضبط شو بدك، قلي لي شوفي. لساتك عم تلفي وتدوري، مهند متزوج، ليش ما خبرتوني بهالموضوع؟ والله ما بعرف شلون بدي اشرح لك القصة، يعني مخربطة كتير. مو سألتكن إلك ولعلي عن مهند وقلتولي إنه عنده رفيقة عادية، وأنا مثل الغبية صدقتكن ورحت قلت له إنه معجبة فيه. إيه، حطيتوني بموقف محرج كتير، شو بيعرفني إنه هو متزوج؟ بس كل الحق علي أنا، لأنه يمكن تسرعت شوي، لا أخبى القصة عني. واحد كذاب، لو ما إجا عمو سامي بالوقت المناسب وجاب معه سمرة وقال له فوتي على البيت ما كنت عرفت بموضوع زواجه. أنت شو عم تقولي؟ يعني جاب سمرة مش عتعيش معهم بالبيت؟ مزعوجة ومتضايقة من اللي صار معي اليوم. لو سمحتي دقيقة لأفهم، سمرة إجت على البيت؟ والله انشغل بالي عليك كتير فتحججت بهدول لأجي وشوفك. ايه بده سيد سامي؟ مدري شو خطر على باله. إذا هالشغلة مؤقتة بخليهن عندي. بما أنك جبتهم خلص منحطهم هون لأنه بيتك ضيق. ليك قلة السوق عم يجيب الغراض، أصلاً البيت مو واسع لسه عم يجيب غراض الخامن كمان. مؤيد روح ساعده لأخوك. مو شايفني نازل؟ كيفك علي؟ الحمد لله منيح. تركون تركون مؤيد، لك تركون. ايه وهلأ شو رح تساوي؟ بكرة منشوف. شكرا. بيوسعوا كله جوا؟ بس يفضوا هالكراتين بالخزانة بيوسعوا. هلا حطهم تحت الدرج. ما بصير تضلك هيك، لازم تحكي لأمك وأبوك كل شيء. شو بدي أحكي لهم؟ قل لهم إنه سمرة ضحكت عليك. أبوك جابها على البيت لأنه مفكر بدك إياها. أنا برأيي تقل لهم عن قصة البيبي. أنت من وين بتعرف بقصة البيبي كمان؟ سمرة حكت لي. ماشي، أنا برجية. شو تضايقت لأني أنا عرفت بالموضوع يعني؟ ضروري تقلك إنه طلعت واحد ما بفهم؟ هي ما حكت لحدا غريب، أنا أخوك. تعرف شغلة؟ أنت وقعت بهالفخ لأنك واحد نظيف من جوا. الله يرضى عليك علي، بلا الحكي لأنه بيعصبني كتير. حطيته تحت الدرج. قلت لك تركون. طلع لفوق أنت، خلص أنا بطالعهم لحالي. مهند، ما فيك تستمر بهذا الوضع، لازم تحلوا لهالموضوع وبأسرع وقت. وكيف بدي حلو بقى؟ في عندك شي طريقة؟ انت مفكر انه القصة كتير سهلة؟ هدل رح يجيبوه. شكراً.
شو في مؤيد؟ ما في شيء. سكر هالباب. نعم أمي، بكفي، مشان الله تركونا بحالنا بقى. قلت لكم إنه أنا بحبه، ليش ما عم تفهموا علي؟ تركونا بقى. أمي تعي لهم. لا، ما رح أتخلى عنه أبدا. أنتوا ما فيكن تعملوا شي معنا، ما عم تفهمي شو عم قلك؟ هذا الحكي مو مزبوط. ليكي والله العظيم بقتل حالي إذا بتفكروا تعملوا شي لمهند. ما رح تشوفوني غير ميتة قدامكم. أنا مو خايفة منكم أبداً. أي أنا بحبه وما رح أتركه. شو عم بصير؟ لازم تعرفي إنه كل شي عملته لأني بحبه، فهمتي؟ لو ماني واثقة في أوعك تفكري إني كنت حكيت معكم. بكرهكم وما بدي حدا منكم. شو بدون؟ عم يهددوني بالقتل. والله ما عاد فيني اتحمل. قالت لي ابوكي ما عم يقدر يتطلع بالناس بسببك. خلص، لا بقى تبكي، انا بحكي معهم. اوعك تحكي، خليهم يعملوا لي بالدنيا، انا ما بقى ارد عليهم. ماشي اوكي، منحكي بكره. باي باي. ان شاء الله روقتي. أنا آسفة إني تركتك تاكل لوحدك، بس عن جد كنت كتير مزعوجة. بسيطة، يلا روحي كدي. مو حابب تعرف شو صار؟ بس تروقي بتحكي لي لحالك. الحقيقة ما في شي أحكي لك يا، وبصراحة أكتر مالي عين أحكي، بس رح أقلك إنه بنتك اللي بتحبها طلعت غبيه.